سلام خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم عالم فاتي. فيديو اليوم حول المغاربه المقتولين برصاص البحريه الجزائريه. نخليكم مع تفاصيل الحادث وردة فعل الفنانين المغاربه حول الموضوع. ان لله وانا اليه راجعون، والله يصبر العائله ديالهم. السلام عليكم تعزيه الحاره فريمون العائله ديال ولادنا اللي صبونا فيهم وحامونا منهم هاد الكلاب هادو. فريمون هادشي ما خصوش يدوز مرا الكرام فريمون. والله باسم الله الوطن الملك يفوكم بوش فريمون، حتى لو يوصلوا انهم يقتلوا لنا ولادنا ما بقى ما يتقال فريمون، ما بقى ما يتقال. كذلك رشيد العلالي عبر خاصية الانستغرام في ستوري كيقول لا ياخذ الحق في جرسه، الصهاينة الحقيقيين هما هاد الكلاب اللي مجورين معهم اللي قلوبهم ما فيهاش الرحمة، والله يرحم خوتنا اللي ماتوا كما كتشوفوا معايا في الصورة. صامد غيلان كذلك كيخرج على الصمت ديالو في انستغرام وكيقول لو كان من قتل في الحدود البحرية الجزائرية مواطنا فرنسيا اسمه كلود او جاك لا أقيمت الدنيا ولم تقعد، بحكم أن الضحايا عندهم كذلك الجنسية الفرنسية حسب بعض المصادر. وكيكمل لكن الأجنبي في بلد حقوق الإنسان يبقى مواطنا من الدرجة السابعة حتى لو حصل على الجنسية. جريمة فرنسا بسكوتها وصمت صحافتها يعادل جرم الجزائر ورصاصها. رحم الله الضحايا وأسكنهم فسيح جناته. الممثل ربيع القاطي على الانستغرام تهو كيعبر على الغضب ديالو وكينشر الخبر وكيقول شلت يداكم يا قتلة الأبرياء يا بقايا البشر، تلزمكم طريحة أخرى، تلزمكم أمكالة ثالثة، ونحن لكم بالمرصاد. الارتيست تهو كعلى خاصية الانستغرام في ستوري كيقول عبدالي مشوار et Bilal Kissi abattus par des gardes-côtes algériens parce qu'ils ont eu le malheur de s'égarer en jet dans les eaux algériennes. Je comprends qu'on puisse avoir des désaccords politiques, mais tuer des civils qui sont en vacances, c'est affreux et indigne. Où est la justice des hommes? Même rendre le corps, vous ne voulez pas le faire, c'est une honte. خوتي خواتاتي، نخليكم مع تفاصيل الحادثة من موقع اش نيوز. كما كتشوفوا معايا في الصور، الضحيتين كانوا في مارينات سعيدية وانطلقوا في جولة بالشاطئ ديالها، انتهت بالولوج ديالهم في المياه الجزائرية عن غير قصد. بالنظر الى عدم وجود حدود بحرية بينة كتفصل بين المياه المغربية والجزائرية، ليقوم خفر السواحل الجزائرية بامطارهما بالرصاص بمجرد رصد الدخول ديالهم. نفس المصادر كتقول باللي الضحيتين تأخروا على العودة وطلقا فقط الجيتسكي ملطخ بالدماء، ويوم بعد ذلك الصياد كيلقى جثة أحد الضحيتين وكيتبين أن الضحية قتل بالرصاص. وأضافت المصادر نفسها اللي كتجمع صلة قرابة بالضحية البالغ من العمر 40 سنة أن السلطات الجزائرية أرسلت لوالد عبد العالي صور جثة ابنه التي تمت مصادرتها بمياهها بعد قتله، مؤكدة شروعه في القيام بإجراءات نقلها للمغرب وسط حالة من الصدمة والهلع في صفوف ذويه جراء الطريقة البشعة اللي تم القتل ديالو بها. خوتي كنشكركم على حسن المتابعة، وهنا كنوصلوا لنهاية الفيديو. مع السلامة.